اليوم من سلسلة تحدياتنا ضد المتابعين حيكون مميز وقريب من القلب، لأن اليوم عم اتحدى أولاد بلدي من سوريا وهي كانت السجلات تبعنا بسلسلة تحديات المتابعين قبل هيك. فالسؤال اليوم، هل حنقدر نضيف فوز لهم؟ خلونا بالبداية نتعرف على المتابعين اللي حنتحداهم. أحمد محمد، عمري 28، من حمص. محمود خليق، 19 سنة، من دير الزور. أحمد موسى، 33 سنة، من دمشق. 2016 تقريبا 2018. مقطع عمر السومة، تحدي 50,000. كل شيء بحس ريال مدريد، خصوصا وقت اجوا على الرياض كانت حركة ممتعة. أكيد إن شاء الله بإذن الله. الشباب اليوم كلهم أولاد بلدي، لكن لن يكون هناك تساهل أبدا. وقبل أن نسوي أي شيء، تنسوا تنزلوا تحت تشتركوا بالقناة، تفرج جرس الميدل مشان توصلكم كل مقاطعنا أول بأول. وهلا على طول هيا نبدأ ونشوف شو التحدي الأول عندنا. ليتس جو. أهلا وسهلا بولاد بلدي من سوريا، نورتوني اليوم بالقناة، واليوم بإذن الله تعالى I'm gonna show no mercy. ما حيكون في أي رحمة لا لأولاد بلدي ولا لأولاد بلد أي حدا تاني. كل الدول العربية نحن أخوان على الصح، وحيتم التنافس هون بين كل الدول العربية وتيم FBA بإذن الله تعالى. واليوم حيكون عنا ثلاث تحديات. التحدي الأول اللي هنبدأ فيه يا شباب هو تحدي الإنهاء من خمس كور. الكرة الأولى هتكون ضربة جزاء، والكرة الثانية هتكون من رفعة لازم تنهى بالراس، الكرة الثالثة هتكون تسديد من منطقة 18، الكرة الرابعة هتكون تسديد من 22 متر، والكرة الخامسة هتكون مراوغة ضد الحارس إنهاء من بعدها. كل فريق طبعا هي كله خمس محاولات، حيدخلوا اعضاء الفريق كاملين بالتسديد وبالجوله الواحده بمجموع 15 تسديده. حنشوف مين الفريق اللي حيسجل اكثر ولا حيفوز بالتحدي الاول. الشغله الاضافيه الوحيده اللي هتكون على التحدي هذا انه بعد ما تنتهي ال 15 تسديده من كل فريق هيكون في ثلاث فاولات للتعويض. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، نلعب على حجر ومقص مشان نشوف اللي حيفوز هيقرر مين اللي هيبدا. تمام، حجره ورقه مقص، حجره ورقه مقص. اوكي، مين بدكم يبدا يا شباب؟ نحن ولا هم يبدوا؟ هم يبدوا. اوكي هم يبدوا. بس بسم الله الرحمن الرحيم، التيم تبع السوريين جاهزين، حتبدا ضربه الجزاء. الركله الاولى بعد 3 2 1 جو. سلام. الو. اوكي الرفعه راحت. يا سلام، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. اوكي ما شاء الله، رجله حلوه ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. حلوين حلوين، ثلاث كور من الجوله الاولى رهيبين كانوا. هلا صار دورنا، هلا بقى صار دورنا واللي هيصير وزعنا المهام بيننا. طلال هيشوط البلنتي وهيشوط الراسيه كمان، انا بعدها اخذ الكره من منطقه الجزاء، عمده بعدك هياخذ المراوغه وانا هاخذ بعدين التسديده الاخيره. قررنا انه المراوغه تكون قبل التسديده الاخيره بالتراضي بين الطرفين. هيا بنا. يلا 3 2 1 جو. بسم الله. يا سلام يا طلو، يا عيني عندي وحش حارس، وحش حارس. اوكي الجوله الاولى هيك جبنا فيها كورتين من اصل خمسه، متفوقين علينا لحد هلا تيم سوريا. نشوف الجوله الثانيه عنده. ليتس جو. يلا 3 2 1 جو. الجوله الثانيه تبعنا. اوكي راحت. اوه لا لا. اوكي برافو 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 عليهم، برافو عليهم. اوكي ثلاثة ثانية، برافو عليكم يا شباب ما شاء الله. هلا جابوهم من ثلاثة ثانية هيك، لازم نجيب أربع كور مشان نعادلهم بهالجولة أو خمسة مشان نتفوق عليهم بإذن الله. بسم الله. طبعا الحين الجولة الثانية أنا حيكون عندي البلنتي. رقم اثنين مو راضي يطلع منه. يلا هسه في الجوله الاخيره، جوله التعويض. ليتس جو. بسم الله الرحمن الرحيم، هلا الجوله الاخيره من عندهم. لحد الان هم متفوقين علينا بنقطتين، خلينا نشوف البلنتي الاخير والجوله الاخيره لهم. يلا يلا جو. في توتر في توتر في توتر. يوس سلام سلام سلام. اوكي اوكي اوكي، صار بحي انه جابوا هم من كورتين هلا، ونحن حاليا مطلوب منا انه نجيب خمسه مشان نفوز، اربعه مشان نتعادل، ولسه طبعا لا ننسى الفاولات اللي بقيت.
بسم الله ان شاء الله انه ما نحتاج الفولات. الجوله الثالثه والاخيره هلا عنا طلع باذن الله تعالى انه واثقين فيك بالبلنتي. وهي الجوله طبعا نلعبها نفس ما لعبنا الجوله الاولى، ترتيب الاول بالضبط، اربع كور نتعادل، خمس كور نفوز. بسم الله يلا. حقتك حارس بطل بطل واحد. اوكي فرح حاليا كوره، في عندنا ثلاث فاولات هي اللي حتحسم وتحدد فايز بهي الجوله. ابدعتوا شباب والله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، برافو. بسم الله الرحمن الرحيم، نهايه الجوله الاولى تكون بثلاث تسديدات لثلاث فاولات، كل لاعب من كل فريق هي شوت تسديده لنشوف مين اللي حيحسم. بسم الله نتيجه حدا 8-7 جو. فاول الاول برا. حرام. حلو حلو برافو والله حلوه. لا لا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. هيك حاليا في الثلاث فاولات تبعنا هي اللي تحدد مصير الجوله هي، يعني نجيب واحده ونتعادل او اثنين ونفوز، يعني ولا واحده ونخسر بالتحدي الاول كتيم فيها. بسم الله. اوكي 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 ولا شيء ولا شيء. ثانيه تكون عندي. نايس نايس نايس، برافو شباب سوريا، تيم سوريا بجدارة بصراحة باستحقاق، جابوا لك النقطة الأولى منا، برافو عليك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هيك 1-0 تيم المتابعين من سوريا، خلينا نفوت نشوف شو التحدي الثاني. ليتس جو. التحدي الثاني اللي هلا عندنا تحدي السلاسل، لأنه معتمد على التيم كامل، ولو خلت سلسلة تخل بتوازن التيم بكل اختصار يكون تحدي عارضة بالتسلسل، لازم الثلاث لاعبين يجيبوه بنفس الجولة ورا بعض، وأقل فريق عددا بالمحاولات هو اللي حيفوز. يعني مثلا هلا طلال هو اللي حيبدأ، أنا بعدين الثاني، عمدة الثالث. طلال لو شاتها بالجولة الثانية وجابها وشتها أنا وضيعت، هيك بتروح على الجولة الثانية كمان نروح للجولة الثالثة، وهكذا لحد ما لازم طلال يجيبه بعدين أنا أجيبه بعدين عمدة يجيبه وينهيها. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن الفريق اللي حيبدأ بالتحدي هذا. طلال كل التوفيق، الأولى عندك يلا. يلا جولة الثالثة ليتس جو. اجت حلوة عندي. حلو 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 حلو. شفتوا هيك صعوبة التحدي يا جماعة والضغط اللي فيه، لازم الأول يجيب والثاني يجيب والثالث يجيب كمان. ليتس جو. بسم الله. وحش يا بشار وحش. اوكي خيرنا هلا عمدة الأولى. وحش عمدة. حلوة. الله يا ابن عربي يلا الحاسمة. شكرا يا جاب. 21 محاولة هيك قدرنا انه نجيب فيها ثلاث عرضات، هلا الضغط صار عليهم، لازم يجيبوها باقل من 21 محاولة ولا نحن اللي نفوز تحدي الثاني. ليتس جو. 21 ها؟ 21 يب 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 21. حلوة. اوكي. جابوها الأولى. يلا. بين. يلا هلا الجولة الثانية ليتس جو. هي الصعوبة تبعها لازم تسلسل لازم تسلسل. قريبة. اوكي الثانية ضاعت، الثالثة. شكرا. سابع. حلو. الحمد لله. 14 يلا. يلا يا احمد. والله حرام ناس يا مان. 17. اوه لا لا. 19. ياي. يوا. حرام. نايس نايس. هيك يعتبر تيم اف اي فاز بالتحدي الثاني، والحسم اتاجل التحدي الثالث والاخير. ليتس جو. التحدي الاخير عنا والحاسم حيكون سباق الوقت، بعد ما اخذنا التسديد والتصويب واللعب بالاعصاب، حاليا هتكون سباق السرعه بيننا. بكل اختصار ثلاث مسارات هي اللي هتحدد. اول شيء عنا مسار الدربل هون، وبعد هيك حيكون في مسار جري، حيجري منه اللاعب، وبعد ما يجري لازم يدق يد خويه. في عنده خويه خمس كور للتسديد، اول ما يسجل اول وحده فيهم على الحارس بيوقف تايمر، وشات الخمس كور وما سجل بيزيد على الوقت تبعهم خمس ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم، انتم رح تبدوا بالتحدي هذا، بتمنى لكم كل
كل التوفيق هاي ابنك. بسم الله الرحمن الرحيم، اتمنى لكم كل التوفيق تيم سوريا بالتحدي الاخير. التايمر يبدا 3 2 1 جو. يلا حلو حلو التكتاكة حلو. 14 قمع صعب صراحه الموضوع. حلو حلو الوقت. يلا والله جابه ما شاء الله والله جابه. يلا روح اسرع اسرع اسرع، خليك اسرع. يلا سووا الوقت. ايوه حلو. يلا اسرع هات خويك. ابو حارس حلو. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. تقريبا التايمر هيك قاعد معكم حوالي 44 او 45 ثانيه هلا الظاهر قدام المتابعين بالضبط بالمونتاج. هلا بقى الموضوع انا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صار دورنا هلا. لازم نجيب اقل من 44 ثانيه باذن الله تعالى عشان نفوز. التحدي الاخير ولا يحدد نتيجه متابعينا ضد سوريا كيف تكون فوز او خساره. بسم الله 3 2 1 جو. حلو بالعربي حلو. يلا الله على التكتاك، الله على الدربل، الله عليك. حلو يلا طلال دوس. حلو اعطيه اندفاع. هي يلا طلع. يا سلام حلو 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 حلو. ها عمده هدفك. الله عليك سلام. شكرا شكرا شباب، يعطيكم العافيه. هيك بشكل رسمي انضافت لنا النقطه الاخيره. شكرا متابعينا من سوريا، كان تنافس اخر لحظات. يعطيكم العافيه. شكرا شكرا شكرا. اكتبوا لنا تحت الكومنتات شو الدولة الجاية اللي حابين نتحدى متابعينا منها. نشوفكم على خير في امان الله.